يقول السائل: هل إقامة الحج على من له شبهات في العقيدة أو في المنهج من خصائص أهل العلم فقط؟ نعم، اللي يقيمون الحجة هم أهل العلم، ما هو الجهال أو المبتدئين في طلب العلم، بل الذي يقيم الحجة هم العلماء، يناقشون ويشوفون الشبهات اللي عنده ويردون عليه ويقنعونه. أهل العلم هم اللي يناقشون هؤلاء.